حسن اسمي شديد التغيير بعد 2003 وقبل التغيير في العراق يعني حتى بالعالم العربي صار موضوع يعني كثيره قضيه الاثنيه القوميه والديانات وكانه يعني تعاد هاي قضيه النظريه العرقيه بشكل او باخر حتى بدهم يوظفون علم الوراثه هم لهذا الشيء لذلك ما عندهم يعني اجابات يعني حتميه واجابات علميه بعض علماء الوراثه اللي هم موظفين ومسخرين لهذه المساله يعني وذلك ما يقطع في قضيه معينه خليها مبهمه بعض الاراء يمكن معكم ما اطلع على بعض الاراء في الوراثه في موضوع الكروموسومات والالوان والاشكال يعني فما يقطع الا القليل من الوان الحقيقه اللي بدها علم المجتمع المتعدد النصيه كثير بس هو هذا اخر شيء يقول البشر المتشابهون هاي اسمها جيس او بيس جامعه هيل الامريكيه يعني حكت عن الاراء عن النظريه العرقيه وبعدين قالت انهم وصلنا الى نتيجه انه البشر متشابهون وجه التشابه شنو يعني هم اساسا يحددون حتى موضوع الذكاء الاي كيو يقول لك فروقات ذكائيه بالمجتمعات الانسانيه هم نفسوا في علم الوراثه طبعا سموها الوراثه التقليديه والكلاسيكيه هم قسم من عندهم هسه بدوا حتى التقليديه الكلاسيكيه ياخذوها لكن هو علم الوراثه صار فيصل على انه فعلا هنالك فروقات بيولوجيه او فسجيه بالبشر بالمعنى الفروقات الكبيره هي فروقات شكليه وتبقى القضية على أنه هذه فروقات منين أصولها يعني يبقى سؤال يعني يحير عادة يسألون لأهل الأديان ولذلك الدورات تبنت هذه القضية تبنت هذا موضوع الأشكال ورجعتنا إلى خلت البشر بعد نوح أنه حام وسام ويافث مو رادوا يرتبون أثر على أنه باعتبار لا هو صار هذا الأساس المجتمع الإنساني مع نوح يعني تكون من هذه الثلاثة أبناء نوح اللي هو سام وحام ويافث هو بالمناسبة حتى القضية الاثنية يعني دائما يقول الاثنية اللغوية دائما ما نربط يربطون بين الاثنية الاثنيات واللغات يعني هاي المجموعة الاثنية إذا لغتها بهذا الشكل وأنا قصد أن أجيب موضوع القومية يعني على أن القومية فعلا هي تشكل اللغة هي تشكل المركز يعني من ضمن معاييرها وشروط القومية اللغة صندوق القومية العربية لازم تشترط اللغة العربية. اللغة العربية نعم. زين هل هنالك قوميات عندها بها لغات متعددة؟ موجود طبعا. ها مروان؟ دكتور العفو حتى القومية العربية الحالية لما هو اساسا يقول من تكلم العربية فهو عربي. زين. يعني يقصد انه هي القومية العربية هي تقريبا فتحت الابواب لكل من يستطيع ان يلجوء الى القومية العربية، لكن القوميات الاخرى ما عندها هذا الشيء، لان القوميات محصنة وانها فعلا تعاني من يعني تزمت بعرقيتها حتى المجتمعات الأوروبية هسه يقول هاي المجتمعات غربية وهذا يعني في مرحلة النقاشات يقول هاي مجتمع مسيحي يعني أنه عنده هاي العرقية والانتساب للديانة المسيحية يعني مو عرقية للديانة المسيحية يعني هي يعني الاثنين مركزين الاثنين جو انتماء انتماء ديني نعم تاريخي يعني هسه احنا مسلمين مسلمين اكو عرب اكو اكراد اكو ترك اكو فرس اكو هنود يتحول من قوميته الى ديانته يعني هو هذا طبعا يعني في المغالطه كثيره هاي موضوع اليهود على انهم اعتبار قوميه او قوميه يعني هسه الصهيونيه تثير هاي القضيه على انه قوميه الواقع مو صحيح يعني ليش يقول اليهود تكوين يهودي تكوين يهودي على اساس متعدد من القوميات يعني العربي صار يهودي والدليل هذا دولة حمير تحولت الى اليهودية لانه ملك حمير تحول الى اليهودية اعتناق اليهودية صارت حمير كلها يهودية. السالي اليمن يعني عن جذور اليمن إلى الآن جذور يهودية وتراثه موجود لأنهم مو لأنه اليهود سكنوا اليمن. إنما هو المجتمع القبائل اللي هناك المملكة اللي كانت تحولت إلى اليهودية صار مجتمع يهودي ولذلك بقت اليهودية متجذرة في اليمن إلى اليوم. ويعدونهم الآن يعني حتى تراث اليهود في اليمن يعتمدون على الدولة الصهيونية الآن يعتبروها شيء يعني امتداد إلى تراثهم وعلى يعني
على وجودهم يعني يركزون يعني وجودهم بهذا الجانب. هسه ما موجود موضوع القدس هاي مشكلة أخرى يعني، هل إنه القدس هي هاي القدس أو منطقة القدس في اليمن. المهم هي هاي القضية هسه مرسام محام ونافذ هاي منين جت؟ كلها من التوراة. هل فعلا إنه الإنسان هو نور بعد النور صارت البشرية؟ وهذا ما تقول التوراة هذا غير صحيح. يعني ما غرقت الدنيا كلها في زمن نوح، يعني الأرض ما غرقت، ما صار غرقت للأرض كلها، وإنما لجزء من الأرض كنا مو المحاضرة ما حكينا ما حكينا. فجزء من الأرض يعني المجتمع النوحي المجتمع الليبيين هو اللي غرق، والبقية والدليل هم يستدلون حتى الآثارين يقولون والحضارة الفرعونية باقي، الآثار الفرعونية موجودة ودليل الآثار الفرعونية موجودة، الآثار التصورية موجودة. لو شمل الغرق كل المنطقة كان هاي ما لقيناها. يعني ما لقينا الموميات المصرية الموميات، ولا لقينا الصحف أو الرقوم المسمارية السومرية كلها ما لقيناها، كان الفيضان يعني استدلال اثاري واستدلال اركيولوجي كان الموضوع، والواقع هي منطقه واحده. يعني هاي فرضيه انه كسام حام يافث ابناء نوح ما يعني القران يذكر بالنوح لكن ما يشير الى الاسماء. هم ايش رتبوا بالاسماء التوراه؟ طبعا حتى يقول انه النظريه العرقيه العنصريه اساسا مرتبطه عند امتداد يعني امتداد انساني بشري بعيد يعني تاريخي. رتبوا الدنيا حسب ذولا واعتبروا الساميه هي الافضليه، لذلك هسه مثلا حتى العقوبات اي واحد يتعرض الى سام او الى مجموعه مرتبطه بسام يعاقب، خاصه اليهود. مع العلم هم يحسبون العرب ايضا الى سام. وبالتالي رتبوا كل الثقافات الانسانيه من سام، صاروا اللغات، اللغات كلها اصولها شنو ساميه؟ اللغه العربيه، اللغه الاراميه، اللغه العبريه. نعم هو دكتور في دراسه دكتور يقول بانه اصل العرب دكتور يعني دكتور ارجع للباديه بحيث هاي في كتاب التوراه دكتور بحيث هاي شنو المراد من هذا الكلام دكتور بانه تنشئ الاولى تنشئ الاولى الانسان هي كانت بدويه دكتور بالتالي كان عندنا كلام من هاي قسم اذا حتى جيد حتى انه نشاه الانسان وبدويته دواتيه. نعم دكتور يعني هذه الاخبار اللي تجينا على انه الانسان الاول كان بدوي مو مدني هي قضية توراتية. توراتية نعم. والدليل على أنه العلوم الآن منين ما مأخوذة من التوراة؟ العلوم هي التوراة مزيفة. مو صحيح. نعم. يعني هاي الأسماء جمع عدد أقسام من يقول أقسام محامية التوراة تقول. مدى صحة أنه أبناء نوح اسمهم سام محامية وهذا أسود وهذا مغولي وهذا الأخ أبيض مو؟ أصلاً قسموا بعدين. أبيض بقاسي. ها؟ تقول الاسود الزنجي هاي بعدين صار هذول المتاخرين من الانثروبولوجيا اثروا الى الاصفر اللي هو المنغولي الاسود الزنجي الاسود الزنوج الابيض القوقازي الابيض القوقازي صار هذا التقسيم لاحقا يعني هو التقسيم منين استمد يعني منين من هذا الاخر يعني مو جا واعتقد دكتور العالم جوزيف دي ارثر دكتور قسم هاي التقسيمه دكتور بحيث انتشار اشكاليه الاثنيه والعرق متاخره هو بعدين اشتغل على نسبه الاي كيو يسموها هذه يعني نسبه الذكاء هو الاساس كان قضيه الذكاء يعني التبدل والتقدم فاثيرت هاي القضيه ربطوا ايهما اثر شافوا الابيض على الاساس بتحليلات وتشريحاتهم انه الابيض هو الاذكى حتى الاختيار يعني داروا من اجى وهذا من اجى قالوا الاختيار الاصلح مو والبقاء الاصلح يعني هذا البقاء شو بناء على التركيبة الجسمانية ولذلك احنا من الضروري ان هناك في شكل الخلية بسيط جدا يعني ما دخلنا بالعمق يعني القضية البيولوجية يعني هو هذا الخلية بهذا الشكل وهذه الخلية الدقيقة اللي يسموها كروموسومات يعني هي المؤرخات هم دخلوا حتى الذكاء يعني قالوا هذه الكروموسومات ايضا مسؤولة هي مسؤولة عن نقل الصفات او المؤرخات من الاباء الى الابناء اللي يصل داخل النواة. هي هاي المشكلة هنا ولذلك هم جو ميزة حتى بالدماغ حتى بالدماغ صنفوا هذا الدماغ الأبيض وهذا الدماغ الأسود بصرف النظر عن لون الدم وجه هذا يستخدمون هذا النموذج حتى يوظفوه عنصريا يعني حتى التركيب الجيني أو الوراثي بعدين ثبت عند الوراثة هذا ولا صح يعني كل الإنسان كل الناس نفس الخليه بهذه المواصفات، قد تختلف المراه عن الرجل في بعض الدقيقات اللي صارت بالنواه مثلا. وجا نفس الكروموسومات اكو انثوي واكو ذكري. وكل سلسله بها 23 زوج، شو يجي السنه المجموع؟ هي تحت 40 زوج، الذكري والانثوي نطلع احنا. نطلع المورثات منين جايه؟ هم نفسهم يقولوا هاي المورثات من الخلق الاول، يعني هذه الكروموسومات تنقل المورثات من ادم الى يومنا هذا. يعني مرات
من هزمجة من زوجها يدخلها التهمها بالزنا جابها أسود. وبعدين طلعت أنه أحد أجداده هو أسود، الخامس أو السادس، يعني كان هو أبعد إلى بعض. فالمورثات هذه من آدم إلى يومنا هذه تنقل الكروموسومات هذه 46، ما زاد على 46 صار 47 شو طلع من الطفل؟ من غولي. من غولي متلازمة داون. ما قل عن 46 شو يسموه؟ سامعين متلازمة تيرنر؟ متلازمة هانكر، كلها متلازمة. متلازمة داون، متلازمة تيرنر. هاي داون. هاي فهم الاساس طبعا متلازمه تيرنا. طبعا بالمناسبه اسماء مكتشف يعني هاي تخص الجانب الانثوي تيرنا، ما دام ما دون 46 يعني هاي اي نقص بالكروموسومات نقص سواء واحد هنا واحد صار 47 طلع لنا داونر من غولي. تيرنا صار جوا 46 تطلع متلازمه تيرنا، هذا شنو خاصه بالاناث فتطلع المره قصيره زوائد جلديه تصير في رقبتها جهاز التناسلي غير مكتمل، هي هذه يسمونها متلازمه تيرنر يعني خاصه بالاناث. هسه اذا صارت الكروموسومات اقل من 46 يعني هاي مشكله. هسه شنو هاي السبب الزياده؟ يعني هاي الزياده صارت 47 هاي الطفره الوراثيه من يعرف؟ يعني هم القسم يقول لكم فد خلل وظيفي صار، القسم يقول لكم قضايا تخص الجانب البيئي محتمل اجى اثر على هذا لا صح له لا ما عرفوا شنو الخلل. حتى الان هم سوا واقفين على انه ليش هذا 47؟ ليش زادت هذه الكروموسوم بصير حالات نادره جدا؟ وليش تقل؟ وهم ايضا الحالات بعد اندر من حالات الداون هاي كارنا يسمون الطفره الوراثيه هم حتى لو فهموا الطفره الوراثيه شنو الطفره الوراثيه منين جبتي؟ هل فعلا لكم طفره وراثيه يعني شنو الطفره الوراثيه؟ يعني خارج نطاق هذه الوظيفه يعني وضع فصائل الدم بخصوص الزوج والزوجه لا يسقط كل هو شو هسه هاي الشعره بها خليه خلاها الاظفر بها خلاها كل مكان في الجسم بها خليه بهذا المواصفات. الدكتور مو هاي الحاله صارت؟ بس الميكروب جوا مجموعه خلايا بس الفيروس مو خليه بس ما عنده بروتونيوم يعني الفيروس هسه الكورونا ما كورونا خليه يعيش. بالنسبه على تطابق الدم صارت طلعوا اطفال مشوهين طلعوا اطفال مغوليين بسبب هذا التفاصيل على تطابق الدم. هاي مشكلة هي هاي مشكلة بالدم يعني هذا تطابق الدم هاي مشكلة يعني بين النيجاتيف والبوزيتيف يعني السالب والموجب هاي سبب لنا مشكلة. لكن هاي الطفرة الوراثية شنو صارت 47 وصارت 46؟ يعني هو الخلل شنو وظيفي؟ الخلل بيئي جغرافي؟ لذلك هم جو قسموا قالوا سام وحام ويافد واحد الاسود اسود. في افريقيا الجغرافيا بهذا الشكل طلعوا الناس سود، والجغرافيا في اوروبا بهذا الشكل المناخ صارت الناس إلى صحة قضية الألوان يعني فعلا إنه الأسود لازم في أفريقيا وما أسود في أوروبا. حتى دكتور نظرية داروين فندت هذه الإشكالية دكتور بحيث أشار فندت هذه الإشكالية بحيث أشارت يعني النوع والجنس ممكن أن يكون يتطور وهذا التطور ما يسمى التطور البشري. زين الأسود ليش ما تطور حول الأبيض بالعكس ليش ما صار أسود؟ إذا اللون خاضع إلى التطور حسب داروين ليش بقى هذا أسود؟ وليش الأسود بعد آلاف السنين في أوروبا هو يبقى أسود؟ إذا ما تزاوج من غير الأسود. يعني نفس الأسود الدخلة إلى القطب المنجمد الشمالي وخليه بالقطب بس على شرط الكل يتزاوج. حتى بالتزاوج دكتور حتى بالتزاوج. لا الصفات النقية والهجينة. دكتور هاي تفسيرات نظرية داروين للانتقاء الطبيعي والبقاء للأصغر. الطبيعي هي تختار الأفضل ولذلك أي حيوان من الحيوانات الموجودة دكتور يتكيف مع البيئه اللي موجوده. هسه احنا عندنا مثلا على سبيل المثال الارنب يميل الى الرمادي لانه الجينة الاولى كانت ملونه. بمرور الزمن انقرض كل الالوان بقي الميتوان مية الطبيعه والارنب بالقطب الشمالي تلقاه ابيض لانه الصقر لما يجي السلالات الاولى انقرضت. زين ما خالفت ليش ما تخليها عند النبات على سبيل المثال؟ هاي البرتقال اللي صار كذلك النبات في افريقيا كذلك هذه النظريه تنطبق على ما غيرت البرتقال قد يكون طعم البرتقال اكثر بس لا اسمح لي هو يقول انقرضت يعني اذا مو البيئه غيرت البقاء الاصلح بس اصلح هو فكره البقاء الاصلح يعني الحيوانات لما تيجي تاخذ الالوان المختلفه والابيض تبقي باعتبار الجو ثلج الارض ثلج فابيض بين شاف
مو البيئة خلت الأرنب يكون أبيضا أو شو اسمه الحيوانات الأخرى اللي تعيش في المناطق الرمادية تتكيف مع الأرض. لا، الحيوانات إنهم تسقط هذيك يعني تلتقط هذيك الحيوانات المميزة وتبقى هذيك اللي تختفي بالأرض. إذا مو البقاء الأصل. لا، زين البقاء اللي يختلف مع الطبيعة. نعم. يعني قصدي إيه الإشكالية الدكتور إنه يقول ليش هذا أسود أفريقي ذو أنف عريض شفاه فراطم بمميزة أيضاً إذا راح بأوروبا يصير أبيض هذا بمر الزمن مثلاً فرد 500-600 سنة دكتور أيضاً هذه القضية أيضاً تنطبق على السود والبيض. الأسود متكيف مع الجو الأفريقي لأنه الأنف الكبير يحتاج إلى أن يسحب ولدوا بيض في أفريقيا صار مئات السنين ولدوا فجل سود ببار ولدوا سود في أوروبا بس إذا نحسب الاستعمار الأفريقي الأوروبي لا أفريقيا صار لفت 500 سنة يعني ليش بقى ولا سود؟ إذا البيئة تتعامل يعني نظرية حكمية جغرافية هاي نظرية عملية إذا البيئة بهذا الشكل ليش هذا ما شوية كشف ما شوية لونة عينه ليش بقى شوية شعرة مجعدة والنقل ونسمي يا دكتور انا يعني اقول فرعنا النظريه الجغرافيه البيئه لانه ما ذاك العامل القوي بس احنا نركز على عوامل وراثيه وجينات وانتقالها من جيل لاخر المحافظ عليها. نعم هي البشره السمراء ممكن في الجو الافريقي تقدر مثل ما تفضلوا زملائي انه تعايش العامل لا بس هذا مو صحتها 100% 100% حتى في القران الكريم ذكر ان جعلناكم شعوبا وقبائل وكذا فهذه الاصل والجينه هي موجوده دكتور يعني من خلينا نقول الجد الاكبر فهم السود ظلوا سود بهاي ورادتهم ممكن يتبدلوا اذا ذبولهم اذا صار عمليه تزاوج او تصاهر هذا التزاوج اكيد هو عمل وراثه بهذا الشكل صار بس يكون محافظين على نقاوه الجينات اللي الاصليه اذا كانت هي جينات اصيله مو هجينه لكن بالتهجين باستمرار التزاوج حيصير اكو اي بلي تكون هجينه لكن الهجينه ايضا ما تكون 100% لان تبقى نقاوه السلاله نرجع الاصليه مورغان على مورغان اللي راي بهذا الموضوع هو يعرف الموروثة بأنها الوحدة المسؤولة عن تحقيق الانتقال صفة انتقال صفة أو ميزة وراثية معينة وأنها موجودة في الكروموسوم وثابت لا تتغير يعني هذه الصفات اللي تأكدنا على الألوان الجينات إن هاي ثابت لا تتغير فعلا لما قلنا أسد الأسود حتى ينتقل إلى جو بارد فهو يبقى أسود وشكله يبقى وشعر الفرد القصير يبقى ليش هذه الجينات نعم فهنا الجين التركيبي يقول ان نوع من التوالع للنيوكليوتيدات يعني توالع الاحمال اليمينيه من شخص الى اخر الدي ان اي يعني نعم الدي ان اي بس هذه دكتور بس تسمح القضيه ترى هي تغيير مو بين ليله وضحاها احنا اذا نقيس الانسان الحديث ما بعد الحضاره بالانسان القديم يشكل يكون طهبات 1% او نصف 1% من تاريخ الحياه كل الحياه شيون طهبات يكون يشكل الانسان ما بعد الحضاره الانسان الحديث اللي صنع الاله واللي عاش واللي استوطن يشكل 1% من تاريخ كل الانسانيه البشريه اما الباقي هو نتاج لتطور سلالات متعدده انتقلت من مرحله الى مرحله اخرى يعني هو بالطهبات الحج الجانب الثقافي والبيولوجي حج الجانب البيولوجي دكتور يعني اكد على قضيه تطور آثار علم دكتور هي الآثاريات مهمة جدا هي يعني تشبيع بهذه علم الأحفوريات يعني الأحفوريات من تسوي الكائن وشافوا المميزات اللي انتقلت حجم البشرة الانتصاب طول البشر الدمار شلون كبر من الأوردي اللي قبل 4 ملايين انتقل إلى الأرثوذكس واللي آخر سلالة من السلالات اللي هي قبل 100,000 سنة هي الإنسان النادرتال اللي إحنا جينا مو من النادرتال اللي هو 100,000 سنة إنما من الهومو سابينز الهومو سابينز نتيجة اختلاط واندماج وامتزاج النادرتال والآخر يعني صار انتشار صار طلعنا هذا الهم هم نفسهم هم الآثاريين والأفوريين وحتى اللي هو المشتغل في الأجنادال نتيجة هذا الإنسان العاقل اللي بهذا الشكل نتيجة الدمج بين النايدرتال والآخر شو اسمه نسيته كرومانيون ها؟ شو كرومانيون يمكن هي صار نتيجة هذا الاختلاف بين الجن العرقين دول إذا دول غير عاقلين شكلوا هذا الإنسان العاقل بعد اختلاطهم هذا هو قبل هذا شيء الأفوريين طبعا الأفوريين فهذا هاي مشكلة هاي مردود على الرأي الذي تتبناه، إنه هذا بيشكل إنسان عاقل، زين هذا غير عاقل، شو يشكل عاقل؟
دكتور هو حتى يقول يعني احنا يعني صفات الكائن يعني هذا الحديث يعني اكو هنالك انتقاله جذريه لهذا الكائن عن ما سبق يعني حتى بحجم دماغه يعني قياسا مع تاريخ تسلسل كل البشريه الهومو سابينس حتى الامبروز انتبه خطا لاحقا دكتور بس عندي بعض الدراسات الانثروبولوجيه اللي حللت يعني المقابر مثل مقبره أريده ووضحت انه الهياكل العظميه وتحليلها انه العبيد هم السامانيون وانه البيض هم السومريين. شلون يعني دكتور بعض الدراسات الانثروبولوجيه حللت المقابر الجماعيه الموجوده بأريدو يعني قالت انه كل حضاره هي تتسم باشخاص معينين مثلا العبيد هم السامانيون والسومريين اللي هم يتسمون بالبشره البيضاء. يعني هو نفس الهجمه نفس الدوراتي عباس دكتور الطروحات اللي طرحوها الاخوه الزملاء عشان تعتمد على علماء عندها افكار يعني قبل اللي يطور العلم الحديث من الوراثه بالاشعه الليزريه بس احنا بالنسبه لصلاح احنا بالنسبه لعلم الفوريات ممكن نعتمد لكن هو بالمقابل اكو علم اسمه علم الوراثه نعم هذا من جيبه من الوراثه البشري هذا هو الخط يعني جانب علمي يقطع دكتور فعلا هنالك امتيازات او هنالك سمات مختلفه في الجنس البشري بحسب يعني النظرية العرقية والنظرية العنصرية علم الوراثة يؤدي على أنه موجود يعني لكن قبل ما تجي تقدر تقول هذه جامعة بيس جامعة ايل العالم والاجتماع يقول البشر متشابهون ونص آخر شيء أنه بعد هذا العناء الطويل والبحوث الكثيرة على أنه البشر مختلفون البشر متشابهون دكتور هو يعني مؤسس علم الجينات الوراثي هو رجل روسي جنسية يعني يؤكد انه احنا بامكاننا ان نرجع اصول الافراد اذا انا اخذت عينه من اي فرد معين اقدر ارجع اصوله لالاف السنين لمن تابع كسلاله معين لكن حينما يساله المقدمه وكذا هل انه تجد اختلاف بين جده لالاف السنين وبينه ويقول لا اثبت العلم انه هو نفس الانسان بحجمه وبنفس تفاصيله حتى الأحفوريات أثبتت حتى الأحفوريات لقيت أكو إنسان نفس الحجم سواء بالجمجمة أو الهيكل لا مع اختلافات مو مشكلة اختلافات بالنسبة للأعضاء أن يكون المعدة أكبر أن يكون الرئتين بعد أكبر بالنسبة للحجومات اللي يصير داخل هذا هي موجودة هي هاي شنو متكيفة مع البيئة يعني حتى قضية التنفس قضية الرئة يعني حجومة تختلف بشخص الآخر لما أخذ الابتداء قال اللي ايده يفوضها شيء حجم القلب بمقدار القبضه مال ايده كلها دكتور هاي ممكن تكون تابعه للبيئه والاشغال اللي كان يشغلها الفلاح صحيح بس الفلاح يختلف حجم شفه عنه صحيح فبناء على كلام عطاس هو هذا الدكتور هو اسس العلم يسميه جينوم جينولوجيا السلالات البشريه هو يقول الانسان يعني بعد تتبع السلالة البشرية مثل الآلات اسمي يقول هو إنسان واحد لكن يقول الاختلاف هو أساليب التفكير وبعد أساليب التفكير يعني الدكتور هنا أخذ من القطاعات يقول سبب اختلاف المجموعات العقلية في المحاضرة السابقة قلنا التطور بالفكر لو بأدوات التفكير هو أساليب التفكير بأدوات التفكير يعني زين تبين ما في رأي دكتور هو يعني هنا يأشر على اختلاف المجموعات العرقية يقول السبب مو فقط عوامل بيولوجية يعني يقصد الشفرة الوراثية اللي تحمل الدي ان اي يقول لكن هناك عوامل ثقافية واجتماعية وبيئية يعني يقول هي اللي سببت بتنوع العرق البشري مو بس الدي ان اي لا مو فقط الدي ان اي هو هنا قال الدي ان اي يحمل الموروثة يعني ولذلك ماكو هذا العلم بين الطفل بين الوراثة والتربية يؤكد على هالقضية محمد تقي فلسفي في كتاب الطفل بين الوراثة والتربية يركز على هذا الجانب انه ثقافة الانسان مزيج بين من الوراثة والتنشئة دكتور هو عنده فد انجاز يعني يقول حتى الفرق اذا طلعت يعني دكتور هو مجموعة تقارير على روسيا اليوم طلع هو هذا المؤلف هذا البرنامج هذا شو اسمه من الذاكرة من الذاكرة هذا خولد ما شو اسمه هذا المقدمة خالد الرشد فدكتور يعني فد امور يعني يقول الفرق يعني كلش قليل يقول على مدار الحياه البشريه يعني من وجود ادم او هو ما يقول وجود ادم لانه يقول ابعد وابعد وابعد يقول الفرق هو اساسا انا شنو قلت لكم هذول معتمدين احنا شنو المحاضره سوا معتمدين شنو نص التوراه على ادم عمره 7000 سنه
يعني حتى علماء الغرب الان من يقول ادم ما يعترف بهذا ادم لانه يعتمد النص التوراتي يقول التوراه تقول 7000 سنه فما يثق به يقول مو هذا ادم عاده هذا ادم عمره 7000 سنه حسب التوراه هو قبل ادم يعني ما يعتمد النصوص الاسلاميه والقرانيه على ماذا تشير على انه هل هو هذا ادم اللي هو ان وجدت الارض لاجله يعني الارض موجوده مع ادم هذا لو قبل ادم يعني الاشكاليه في الغرب ولذلك ليش ضربوا الدين هم عزلوه دائما خلينا ناخذ الميسره يلا اوكي ترى انا اقرر اقول ان فروق المجموعات الاجتماعيه استنادا الى الاول البشر كان شاسع في الحضارات القديمه على الرغم من ان الامر كان شاسعا اكثر بالنسبه الى تلك الفروق المرتبطه بالاصول القبليه او القرابه ان اساس هذه الفروق كانت نسبيا غير مرتبطه بالفكره الحديثه للعرق وفي منذ مطلع القرن العشرين كان العرق دلالات بيولوجيه واضحه ووراثيه لاحقا ترتبط المفهوم بنظريات علميه ونظم التصنيفات بحيث اصبحت العمليه التي تتم بواسطتها فهم العرق واستعمالها لتصنيف الافراد او جماعات من اناس تسمى العرقيه او العنصريه. هذه العرقيه او العنصريه تعني بين جماعات اجتماعيه تصنف جماعات بيولوجيه. عنصريه من عنصر. تصنف جماعات بيولوجيه دكتور مميزه اعتمادا دكتور على حضور معالم فسيولوجيه طبيعيه. قد يكون العرق مفهوما علميا مفهوما كامل لكن تشكل انعكاساته الماديه عبر التاريخ صور ناطقه للقول الماثور لتوماس. إذا عرفت الناس حالات الكويني نعم دكتور إذا عرفت حالات معينة بأنها حقيقية فإنها حقيقية في انعكاساتها عليهم. مفهوم العرق دكتور تناوله دكتور أنطوني غيدنز بحيث أشار إلى مفهوم العرق بحيث هو إحدى المعالم البيولوجية قام معالم الدلالات البيولوجية قصرية قام على أسس بيولوجية بينما الإثمية دكتور أيضا أشار إلى أنطوني غيدنز باعتباره هو يحمل معاني اجتماعية يشير إلى مجموعة الممارسات الثقافية. كلود ليف ستراوس ميز بين العرق باعتباره هو يرفض رفضا قاطعا احد اشكال التنوع الثقافي بينما اشار الى الجماعات الاثنيه باعتبارها دكتور تتميز عن الاخرى بالسمات الثقافيه وهذا يعني مو واضح يعني الاثنيات انه هي متشابهه فليس تعال على الاكراد على سبيل المثال كم لغه عند الاكراد؟ اكثر من لغه يعني كابتن دكتور كم لغة؟ هذا الموضوع يقول يجب ان نفصل بين الاثنيه والعرقيه هو يميل صحيح يا فايز دكتور شتراوس يميل الى فصل يقول بين العرقيه والاثنيه يعتبر العرقيه جانب عنصري جانب استعلاء وربطه يقول فتره الاستكشافات الاستعماريه اللي صارت في القرن السادس عشر يعني يقول كانت النظره الدنيا اتجاه العرقيات الاخرى هو طبعا يؤكدها اللي في شتراوس قضيه العرقيه ركز عليها يقول يفضل يعني دكتور بالكتابات يقول الانثروبولوجيه يفضل استخدام مفهوم الاثنيه وليس العرقيه لغه جانبيه هم اساسا على اساس يجنبون هاي القضيه العرقيه والمسببه مشاكل بعد الحرب العالميه الثانيه وقضيه هتلر والتصنيفات البشريه هذا اري وهذا سامي وهذا هذا يجنبوها فحتى لفظه العرقيه يعني رادوا يجنبوا قاموا استبدلوه بالاثنين والواقع يعني هو السد العرقية والاثنين حتى احنا من ترجمة مالت العربية العربية العرقية والاثنين شو الفرق بيناتهم؟ الاثنين تعتمد على صفات ال اساي اثنيك مو اثنيك هي الاثنين والعرق ريس يعني بس سامع يقول لنا على رسك يعني حتى على اصلك ماكو مرات يقول القدامى يسب الرس فالرس هو العرق يعني هي هل هنالك فروق بين الاثنيه؟ هم في الطابع الثقافي اخر جردوا العرقيه من الطابع الثقافي خلوا جامع الجانب المتقارب والواقع غير صحيح. نعم. يعني هل ما هذه الاثنيه من اصل جذورها ترجع؟ هسه نرجع الى موضوع انه هل يعني هاي التقسيمات هذا عربي وهذا حتى نجي للمجتمع العراقي اصير مثل يعني هل انه هذا العربي او هذا فعلا تركي وهاي التقسيمات اللي اجت يعني ليش تصير هذه التصنيفات الملامح والسمات البشريه طبعا بالمناسبه كروموسوم هي يونانيه الكلمه كروما بمعنى لون وموسا بمعنى او سوما العفو بمعنى جسم فلون الجسم وبالتالي هم شافوها بالمجهر بالمختبرات اللي شافوا بها الوان معينه ولذلك يسموها بهذه التسميه كروموسوم نسبه الى انه جسم ملون
اكو دراسه يعني شفت انا عملت البارحه، انا حقيقه المحاضره على بالي جايبه انا طلعت ما جايبها. الكتاب هاي اسامي. كان الدراسه بالتفصيل كانت لكم اياها، احنا كنا نجيبكم اياها ان شاء الله. نسيت اقول لكم دراسه هي جامعه كاليفورنيا، دراسه من شمال العراق 2017 عن خمس عرقيات، العرب والاكراد التركمان والسريان واليزيديين. طيب دكتور مو اسمح لي كلها السوريين دكتور عرب اكراد والسريان هو سلاح هاي دراسه كلها ايه. بعض الدراسات كانت تشير الى ان هذه التسميات يطلق عليها اسم اثنيات، وبعض اخر يقول لا اختلاف بهذا المسمى. لا هو سموها اثنيات، سموها عرقيات مجموعات اجتماعيه. سموها عرقيات يعني هو هذه الدراسه جامعه كاليفورنيا 2017. نعم. وقال شافوا الجي 1 يعني شافوا العرب انه الجي 1 دائما مرتبط بالعرب، الجي 2 مرتبط بالاكراد عاده والتركمان والسريان واليزيديين قالوا لهم الار اي دي والسريان حتى يربطوهم وين يربطوهم خاصة السريان يربطوهم بالاوروبيين الهندو اوروبي يعني حتى قوي مجموعة الهندو اوروبية او اللغات الهندو اوروبية اللي يرجعون الاكراد يعني الثقافة واللغات ايضا هاي مختلقاتهم يعني طبعا. يعني هنالك فعلا مجموعة لغوية يسموها هندو اوروبية هندو موجودة لكن الاوروبية وين يعني؟ دكتور هو الاصل الالي هو المأخوذ منها يعتبروها هندو اوروبية مزيج دكتور بين الفارسية والعربية والهندو هم يعتبرون الالي اقدم بعدين يعتبرون العبرانية هي الاقدم اعتبار لغة ابراهيم هي الالية وقبل ابراهيم هي الالية لغة الالية اليهود يعتبرون العبرانية هي ومن باب تبلبلت اللغات الاسر ما الاسر الواقع هم سهلة حتى الدي ان اي انتقال طبعا هذه الارقام والحروف هذا معروف ارقام معينه يعني كل رمز معين لكن شافوا نسبه مشتركه يعني هذا الجي موجود في كل مكان هاي الدراسه او هذا الجي 2 موجود ضمن السلسله الرقميه للدي ان اي مثلا لهذه الارقام هم فحوصات يقولون فحصوا 100 شخص من كل مجموعه 100 معينات من عندهم على ضوها قرروا بعدين فتوا انه هذا ماكو يعني ماكو فروقات بالمعنى بس بقوا متحيرين امام التركمان هل التركمان العراقيين نفسهم التركمان في تركيا يعني هو جاب قال هم وصولهم من المغول دول جو كلهم من المغول هل هؤلاء يتشابهون شافوا الاكراد اللي في العراق وفي ايران وكلهم متشابهين هسه حتى فيها بعد سياسي هاي الدراسه من يجي يقول لك التركمان من طاح التركمان تشابه حامض نووي يعني بين التركمان هسه خلاها محيره يعني وقف بالدراسه هذا تساؤل ما قطع بيها بينما الاكراد قطع على الاكراد تركيا اكراد سوريا اكراد العراق اكراد ايران كلهم ضمن هذه التركيبه الجينيه وبالتالي حتى رتبت على الجنوب بعدين الى كردستان دوله كردستان دوله فعلا يرجعون الى حمض وبعدين عندهم مغالطات الدراسه بعدين وصل الى انه هذه كلها مشتركه اذا ما نقدر نميز بين السلالات البشريه ما نقدر نقول هذا العرق نقي 100% ماكو يعني هذه الدراسه ثبتت انه هل ان هؤلاء هم قالوا قال العرب الشمال العراق اللي هم من سومر العرب يرجعون الى سومر الى سومريين اذا ما دام سومريين هذول يرتبطون ايضا بعرب الجنوب ياخذوا عينات جو شافوهم مع عرب الجنوب نفس العرب اللي موجود واعتبروهم هم الاغلبيه من فحصوا العينه الحامض النووي الاغلبيه الساكنه بالشمال من هاي العينات كلها تميل الى هذه الى هذا الحامض النووي اللي عند العرب قالوا ان الغالبيه هنا تشكل حوالي اكثر من 60% هم العرب الباقيين و 15% طول الاكراد يعني حتى الاكراد طول 15% مثل ما نطاهم جماعه بالدستور جماعه التشبيهات يعني دراسه كانوا جايه شلون متوافقه مع التقسيم السياسي يعني مع التقسيم السياسي هسه هو المهم هي الدراسه تخلص على انه باعتبار ماكو تميز او اختلاف سماتي او صفاتي بين بالاعراق يعني ماكو عرق يختلف عن عرق بهذا المعنى وانما هذه السمات التشابه الموجود في المجتمعات حلا يعني خلقتها ظروف معينه صارت لكنه من الناحيه البيولوجيه ككل تشابه بشري بهذا الجانب. دكتور هو نفس العالم الروسي من حسب قضيه الحساب في الجي 1 اللي قال انه هذول اغلبهم في جنوب العراق. الجي 1 يقول احنا اذا اريد احسب النسبه العليا ماكو قطع كات ماكو يعني ماكو اشاره 100% يقول من ترتفع النسبه لذلك اليهود اعترضوا عليه في قضيه اجوا الروسي اعترضوا من اثبت انه الاشكناز اليهود الاوروبيين هم جزء من العالم في شبه الجزيره العربيه وقريبين من جينات الجي 1 فقالوا له هذا الموضوع به اشكاليه قال لهم هذول الاشكناز في اوروبا الشرقيه
يعني وهذا الإمبراطورية الخزرية هم دول خزرين يعني من آسيا الوسطى، من آسيا الوسطى اللي هو العرق القوقازي على سبيل المثال. بس هو إذا يجي يحكي هذا يقول مثلا الأشكناز أصولهم ليش؟ لأن أصولهم من آسيا وبه الجيوان هذا. من انتقلوا لأوروبا ما صاروا أوروبيين، هم بعدين صاروا بالسكن أوروبيين لكن هم بالأصول آسيويين. الأشكناز بأصولهم آسيويين. وعاد من هذه الإمبراطورية الخزرية سقوطها انهزمة ولا وين انتقلوا؟ انتقلوا إلى روسيا وأوكرانيا وبالتالي إلى بولندا وصار في أوروبا الشرقية هم ذول الأشكناز. هم حسب قولهم هم حسب الإمبراطورية صفر مو لأنهم يهود، يعني الإمبراطورية تبنت الديانة اليهودية. يعني ليش تبنى هذا الإمبراطور الخزرز؟ أو ها؟ تبنى اليهودية لأنه قلنا العثمانيين كانوا مسلمين وقلنا القسطنطينيين دولة المسيحية، ولذلك أخذ قال حتى أخلص من هالمشكلة. تبنى اليهودية صار يهودي، المجتمع كل اللي هو تدير المملكة صار يهودي. دكتور سموهم الأشكناز ذاك. أكو فكرة عند الأشكناز، كل اليهود يعتمدون التسلسل في 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 يعني في الجينة أو في الوراثة للأم. يعني اليهودي من إذا أريد نحسبه نحن نرجع الوالد تمام نرجع الأبو إلا الأشكناز. الأشكناز ما يرضون يدخل يعني الرجل نعم لازم الرجل والمرأة من نفس الهوية يلا يطلع له. لذلك هو قال ألقاهم أكثر نقاوة، فمن حسب لقاهم قريبين من الشرق لأنه الأشكناز اللي هم الآن هم يديرون الوضع اليهودي حتى في فلسطين يشترطون حتى في ديانتهم المغلقة أن يكون الرجل يتزوج من أشكناز. لازم لا مو هذا الجانب مو هذا هو عندهم النظرية العنصرية موجودة هو في الجانب الصهيوني، ولذلك الأشكناز يعتبرون نفسهم هم البيض يعني والعرق المفضل، ولذلك ما يفضلون أن يتزوج من غير البيض الأبيض بالبيضاء ما يأخذ يعني. لذلك سووا عندهم الأثيوبيين اليهود الأحباش عندهم عندهم يعني درجة ثانية يتعرضون إلى الاضطهاد لأنهم سود، وهذه عندهم قضية عنصرية هم اليهود خلقوها. هاي القضية العنصرية والنظرية الدنيا هاي كلها وتبنوها علماء جملة من علماء اليهود في هذه القضية، وعلى ضوء العلم أخذ يعني غرف من هذه القضية. نعم والله دكتور حتى القوقازيون يعني قبل إنه قال القوقازيون أنتم مصهرين مع المجتمع العراقي، لكن في عوامل بعد 2003 بدأ القوقازيون يشكلون جمعية هذا مثلا القوقازي مثلا عمره كذا مليون سنة، هل هو فعلا القوقازي قبل مليون سنة؟ يعني هاي السمات القوقازية هي بالبقد وبقد نقية كانت؟ يعني هذا تقسيم هذا التقسيم الفاشل لأنه هو أساسا يلغي الاختلاط الإنساني. يعني هي ديمومة الحياة بالتوابد بالاختلاط. يعني أبدا ما تبقى الحياة ما تستمر إلى قضية من 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 نسخية واحدة من صنف واحد. تستمر تموت يعني تموت البشرية، ولذلك هو الاختلاط هذا التزاوج، ولذلك عند الوراثة يؤكد على القضية القوة وين صارت؟ بالتقارب. مو الرسول يقول تقارب يعني قبل 1400 سنة ثبت علم الوراثة أنه بالتقارب وفعلا ديمومة قوة الله، ولذلك الانتخاب للأقوى الأحسن هو دلالة على أنه الأبيض. خلي الأبيض هذا نفسه من العرق الإنجلوسكسوني خلي يتزوجون على مدار المدة معينة. وليش هسه في أوروبا يحتاجون إلى بدأوا يريدون ينوعون بالنسبة للسمات الجسمانية والسمات الشكلية بحاجة لأنه بدأ يضعف العرق الانغلاق يسبب مشكلة. ولذلك حتى الجماعات اللي منغلقة أساسا ليش بدها تتقن؟ نعم تفضلي فايزة. عفوا دكتور، طبعا الدراسات المعاصرة اللي قادها جوزيف أرثر أكد جوزيف أرثر أنه صنف الشعوب إلى ثلاثة أعراق الأبيض القوقازي والأسود الزنجي والأسود المغربي. احنا خدناها بس عفوا بس ما يصير نعيدها ما نستوعب نجيبها ما يصير دكتور احنا والله ساعة بالوزير يلا بس هي الفكرة تقديمنا شرحناها حتى ناخذ فكرة أخرى عندك غيرها؟ عزف عن استعمال هو عزف عن استعمال مفهوم العرق الريس لاضطراب معانيه وارتباطه بتصنيفات بيولوجية وتصورات ايديولوجية عنصرية واستبداله بمصطلح الجماعة الاثنية يعني ethnic group بعد ان اثبتوا انها تقوم ولكنها لم يتمكنوا من الغاء الاعتبارات البيولوجية بشكل نهائي.
إذ لن يستطيعوا إنكار وجود جماعات إثنية تحمل خصائص جسمية وجسمية وجينية موروثة. وقد أعتبر هذا معيارا جوهريا لتصنيف المجتمعات، يعني هو لغاها الجينات والموروثات اللي قام على أن الوراثة، ولكن ليس بصورة قطعية. توجد انحدارات، يعني توجد أصول عرقية، ولكن بشكل طفيف مو مثل يعني السابق، يعني هاي دراسات معاصرة أكثر فوق. دكتور، أصول بلاد ما بين النهرين، تعتبر هاي أصول بلاد ما بين النهرين هي قضية أثارت خلاف الكثير من الباحثين، فالبعض منهم يرجع يعني مثال شو صرت دراستك بالاثنين؟ دكتور أنا يعني ربطتها بالهوية الوطنية. شو اشتراعت الهوية الاثنين؟ طبعا دكتور إنه الهوية العراقية طبعا يعني وفق المقياس إنه عراقيتهم أول شيء. عراقيتهم أول شيء، يعني الهوية الأساسية اللي يعرفون نفسهم بها هي الهوية العراقية الوطنية، ما يعرفون نفسهم على أساس هوية شخصية أو أثنية. يا كل العالم. أو على أساس العشيرة لا. مو من يعني مو من المبتكرات، كل واحد يقول لك شنو قال لك أنا مصري، أنت شنو قال لك أنا لبناني. لا دكتور، بس هي كان أكو مقياس يعني وأسئلة بجداول. بس المقاييس حتى ثبتت خطأ يعني. هو هذا مو يعني قضية بالنسبة أنه العراق على أنه العراقي قال أنا عراقي لأن هويته تقدمت العراقية. في كل العالم مو مالت الدنيا ولا مالت الدنيا. الهندي يفتخر أنه هندي. المصري هنا جاي من العراق يفتخر أنه مصري. هاي دكتور الانجليزي يفتخر يعني انا ما بدي افلش رسالتك يعني، بس النتيجه يعني انه هل انه فعلا هذه النتيجه انه العراقيه هو اصول موضوعنا؟ هل انه تاخذ شنو العراقيه؟ اذا تسمح لي، وهل العراق يعني هو هذا يعني الاسم العراقي ضروري انه نتبنى السومريه حتى نصير عراقيين على سبيل المثال؟ وهل السومريون هم عراقيون بالاصل لهم اجاز انهم مجموعه قبائل هاجرت من مكان معين الى العراق؟ وهذا الثاني تفضل بعدني ممكن دكتور أصول بلاد ما بين النهرين، بعض منهم يرجعها إلى أنه هي أصول أفريقية، والبعض الآخر إلى يعني أصول إيرانية، أنه هذا أنه هو يعني أنا أحد من الأفرع دكتور من الأفرع العراقيين اللي هم لو البشرة السمراء، ممكن أن يكون نتيجة هذا لو البشرة السمراء. دكتور إضافة إلى ذلك إيرانية زمرة الزنج صارت بالبصر. إيه دكتور إذا تسمحني دكتور، البعض منهم ذو أصول إيرانية مثلا كرد الفيلي اللي رجعوهم إلى التبعية، والبعض منهم قالوا الكرد الفيلي إن هم قالوا إنه على أساس إنهم من التبعية، بس هم يعني لا مو الأكراد دكتور نتيجة الحكم اللي عانوا منه يعني زمن النظام السابق دكتور، وهم من هجرهم النظام البعثي فطلقوا عليهم لقب التبعية، فأغلبهم راحوا لإيران. اللي بقوا هنا هم شنو اندمجوا ويا الشيعة يعني أكثر شيء، هم موجودين هم الكرد الفيلي لغرض الاندماج في المجتمع. دكتور، وبعد عندنا يعني البعض منهم رجع أصولهم لأنهم الأتراك، يعني ممكن إنه هنا نقول هم يعني مثلاً نتيجة التركمان والغزوات اللي صارت وهذه. أصولنا لاحقين هبه يعني دول دكتور هذا تفسير، بس أكو تفسير أو تفسير ثاني. دكتور ما بين النهرين يعني هذا أصولهم قبل. أنا اللي أريد أوصل له دكتور هو المعنى الدقيق شنو؟ يعني أكو رأي ثاني إنه. يقول جنوب العربية كردة. كردة يعني سلخة، سلخة ناخذ أسبوع كردة محاضرتنا على الأكراد. يعني سنتكلم مع المجتمعات الأكراد تحديدا كل. دكتور ممكن أن يكون. ناخذ الأكراد تسمية. هو بالتو هو دعيت أشعل الأكراد. يلا هو بالتو. قالت على هذا هذا قالت كل العراقيين مركزين هم عراقيين، بس الأكراد هم عراقيين. دكتور مو الكل إذا سمعت دكتور هذا شيء دول المقياس ما في مشكلة. دكتور لا تسمح لي، دكتور إذا تسمح لي مو كل الأقليات، أنا أخذت ستة، ثلاثة قومية وثلاثة دينية، يعني بعض الأقليات القوميات أخذت الشبك والتركمان والكردفيلية، وبالدينية أخذت صابي أمندائيين ويزيدية و والله بعد.
يعني يكتب لغتنا العربيه مثل ما يكتبوها حتى لو اعتمدوا الناس اعتمدوا الابجديه سناخذهم ان شاء الله الاسبوع القادم هم يعتمدون الابجديه العربيه في العراق في 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 تركيا بدهم يعتمدون هسه جزء بعد المحاوله من المحاوله انه يرجعون الابجديه الى الانجليزيه اللاتينيه يعني تبدي يستفيدون شلون التاثيرات من الاستخدام من حتى الان سواء باللغه اللاتينيه او التركيه اي بعدين يعني سواء توجه اخر دكتور هسه توجه الى الى الغرب ها توجه اخر دكتور حول الزرابشتي عندهم هسه الاكراد دكتور حيث يعني هاي الفترات الاخيره فترات هذا الطائفي مكون مستقل للزرادشتية بس عندهم اغلبيه مثلا دكتور عاد البعض يعني شنو الزرادشتية حتى الايرانيين دكتور بس توضيح يعني على دراستي مو كل الاقليات هي تعتز بهويتها يعني بعض الاقليات تراجعت رؤيتها نحو الهويه الوطنيه بسبب معاناه منها مثل اليزيديه يعني كانت رؤيتهم كلش ضعيفه نحو الهويه الوطنيه يعني شلون فضلوا مذهبهم وفضلوا دينهم عن الهويه الوطنيه هذا بسبب شنو بسبب معاناه منه من يعني الابادات وامور اوضاع سياسيه اضافه انه احنا كل هاي شهدناها الاوضاع الاخيره هم شو يقولون السعوديين؟ يقولون احنا افراد وعرب؟ لا دكتور هم عندهم هوية مركبة، البعض منهم يرجعهم انه هوية عربية يعني أموية، والبعض يرجع لهم انه هم كراد. وهم عندهم صراع بهاي القضية، قضية الهوية، يعني الكراد يهمشوهم لأن شو يسمونها عندهم هوية عربية، والعرب يهمشوهم لأن عندهم هوية كردية، يعني خطية يعني صار وين وين هم دكتور احنا شلون يعني مو اكو قصة تهميش على شنو بتهميش لا دكتور من الافراد يعني دكتور احمد اكو قرارات ثلاثه نظريه حول الاثنين حول الكره ثلاث مقاربات على الاثنين على الارض ثلاث هاي موجودين كتبت لك اياها المقاربه الاولى مفهوم الاثنين والارق مفهوم الاثنين المقاربة تتنازع اليوم مقاربة هناك تتنازع مقاربتان نظريتين الأولى مستوحات من الطبيعة الأولية للانتماء اقتسم على الألقات القائمة على القرابة والنسب والأصل المشترك هاي الأولى الثانية المقاربة الأخرى جاءت بتأثير أنثروبولوجي فريدريك بارك هاي خوش مقاربة الذي حول التركيز من استحصال الهوية القبلية إلى الاعتراف بالهوية الإثنية بوصفها شكل جائر شكل جانب من جوانب التنظيم الاجتماعي الأمر الذي أسهم فيه ظهور النظريات البنائية الإثنية والمقاربة الأخيرة هي اللي توافق بين المقاربتين نظريتين ترتبط بصورة أساسية بين المقاربتين ترى أن التجانس الإثني بين البشر يشير إلى وجود عناصر من المجتمع الأصل ومجتمع الثقافة وبذلك تكون مجموعة العوامل الأصيلة يعني الوراثية والثقافية يعني الأصل يعني الوراثة والثقافة هي يعني هي مقاربتان بين العرق الرئيس وبين التنوع الإثني بين التعددية الإثنية وبين التنوع الإثني نعم أيوه. نور دكتور على العالم الأمريكي يقول كان آسف من الشعب العراقي هو نفس اليوم نفس ما كان عليه السومريين نفس الصفات والخصائص وحتى يقول يقول إنه جيتوا إنه حاولوا إنه ولدوا كروموسومات قديش أصلا هو في شمال العراق وبلاد آشور وحتى الدراسات الجينية يقول توضح يعني إن كل أبناء الشعب العراقي والشعوب المجاورة إلى بغض النظر يعني عن الحواجز الدينية واللغوية يعني هو أصلا متشابهين بين الآشوريين والمدائيين وغيرهم وأيضا يطرح دراستي يقول إنه جنوب العراق اللي سووهم يعني سماهم بالمعدان لهم صلات قوية ويا المدائيين والآشوريين. المعدان شروقي
دكتور هاي تسميات للانتقاص انا اعتقد والمعيدي هسه احنا هناك بجنوب اللي ربي جاموس يعني معروفين حتى هم ناس يعني الموجودين اللي منطقه اسمها المعدان يعني ما يستنكفون منها يقولون من تسير انت وين بها منطقه قلت لك بمنطقه المعدان المعدان معروفه يعني منطقه بها جاموس مو يعني حتى للمعلومه مو الناس بالابوار قاعدين يعني الناس بالابوار بس لا لا مو معدان المعدان اكو منطقه يعني خاصه اصلا حتى نص الولايه خاصه بالناصر يا دكتور اللي يسموهم هذول المعدان لا دكتور بالمدينه يعني بس منعزلين بالاطراف عندهم جاموس يبيعون جمر يعني من ترجع الى هذول اللي شجروا في انساب العرب موجود اسم المعيد دكتور ارتباط بالحضاره المعيد اسم يعني نسبه لشخص وبعدين صارت شخص نعم دكتور ولما ان هذول لاحقا صارت بهذا المعنى هذول يربون صارت التسميه ثقافية أكثر مما هي تسمية نسبية. نعم. الواقع هي بالأصل نفس التسمية نسبية. نسبية. يعني هو معيدي موجود بس لما تيجي تقول هذا. مو معيدي مع الاسم. ترى أحمد ترى على الورد كاتب عليهم. ترى على الورد غير معيدي معيدي. ترى على الورد كاتب عليهم. تقريبا هذا معيدي لحظة أنا شايفه يعني. العفو ترى على الورد كاتب عليهم سمعت أنا. شايفه مرة معيدي شايفه مرة معدان. معدان. يعني حتى المعدان موجودة ومشجرة يعني. إيه. في العرب هذول العرب اللي قبل الإسلام. مشجرة هاي مشجرات سموها النسبية كثير من الاخوانين هذول سمعت اشتغلوا على الجنوب هذا المربوط فقالوا هذول جو من الهند وجابوا هاي قديمة الشغلة في زمن يعني جو من الهند اللي صاروا هذول جابوا البعض يروجون الفكرة هذه لدرجة انهم بعضهم هسه العالم يقول علي شروقي كأنه عملية انتقاص هو فعلا صار علي شروقي يقول علي شروقي وحده نسبة الى الزمن إلى المكان نعم بعدين صارت فتسمة يعني ثقافية على أنه هذا متخلف في هذا المعنى شو قلنا البرابرة الصومالية بالمناسبة بس أعرف الله العفو دكتور أحمد أنا كتبت تقرير عن النازية يعني على الأرق الآري الأرق الآري دكتور الأرق الآري الموسوعة كتب بموقع الموسوعة مفاهيم ومصطلحات النازية الأرق الآري في قمة الهرم 2016 كتبت تقرير كامل كلش حلو جيد شو احمد بعدين صراحه دكتور الحضاره شيء نعرفون الحضاره دكتور بعدها طرقنا المعدان الثقافه دكتور الحضاره دكتور هي تعني الاستقرار وعدم التنقل عند ابن خلدون تعني ثوره طبيعيا دكتور او جيلا طبيعيا من جيل الى جيل اخر في مجتمعات مختلفه وتعني بشكل اخر الاستقرار والتعامل والكتابه دكتور في المجتمعات يعني الالمان اول ما ميز بين مفهوم الحضاره ومفهوم المدنيه منو هذا الالمان دكتور حيث اكدوا على الجانب الروحي للحضاره واجعلوا الجانب المادي ظاهره عقليه وانها نتاج جهد الانسان للسيطره على الطبيعه وهدفها تحقيق العلم والصناعه وفي انجلترا استعملت كلمه مدنيه مقابل كلمه حضاره اما في فرنسا دكتور استعملت للمره الاولى كلمه مدنيه بمعنى ثقافه وحضاره لازم دكتور مع مرحلة السنة دكتور باختصار هي الحضارة ذلك الكل المركب والمعقد الذي يشمل على مفهومين الثقافة والمدنية دكتور يتواصل دكتور يتواصل بين المعدان دكتور كتسمية دكتور أو كمجموعات لهم يعني تسمى يمتازون ثقافتهم الخاصة بهم ثقافتهم اللي تمتاز بهم ثقافتهم الخاصة بهم يعني اسم من الناحية العرقية يميز المعيدي عن أحمد يعني أو البانياس شو الميزة يعني كثقافة عندهم خاصة بهم دكتور بس هي التنشئة مثلا عندنا يمكن هسه اليوم نشير إلى أنه قد يكون عشائر مختلفة يعني الآن تحولت لأمرة المعيدي من عشيرة والمعدان هي عشيرة اسمها معدان شلون اكو تميم شلون خفاجه شلون دليم شلون زبيد صبيد صارت هي المعدان تحولت صارت المعدان السلوك هذا اللي يربون الجاموس كل واحد صدى مخربط مثلا لو حافي لو وصل حمس ما ينام هذا النجف عندهم مثلا يجي من الخارج النجف شو يسموه؟ معيدي او براوي مثلا في بغداد عندهم هذا اللي يجي من هناك يسموه شروقي يعني سمع على انهم باعتبار دول متخلفين وما مو نفس الحضاره المدنيه الموجوده في بغداد، طبعا هي القضيه هي مما نجت فيه واثيرت هذه القضيه لاحقا بداوا ذولا نفسهم حتى معاده من يتبنى هذه
يعني الموصوفات، هم اغلبهم تجي معناته موصوفهم من العراق على سبيل المثال، اللي جاء من تركيا اللي جاء كذا، هذا صار صارت هذه الموصوف حتى يميز نفسه عن هذا المجتمع، من انه المجتمع هذا مستحيل يقارن بالقياس. يعني دكتور تفضلين لو عندك شو رايك دكتور منطقه اسمها منطقه البتار، هاي المنطقه منطقه البتار خاصه فقط بالمعدان دكتور، هم ما يسموها البتار دكتور، اغلبيه الناس يسمونها المعدان. هذول دكتور هم في الجوانب خاصه بهم دكتور، تربيه الجاموس دكتور. يعني هذا هم تقارنت اليوميه الصبح دكتور بانه دكتور يبيعون الحليب وكذا وما شابه ذلك. كاتب على المكتب على الورد الدكتور، كاتب على المره شلون هينه وشلون يوقف بالقهوه قاعد وتجي مرته يضربها دام تجيب الفلوس اللي حدد ليها، كل شيء كاتب دكتور على الورد الله يرحمه. هذه وحده من السمات الثقافيه دكتور داخل هذه المنطقه دكتور، بحيث هم لهم قضايا ايضا دكتور اجتماعيه، قضيه التواصل فيما بينهم دكتور، يعني اكو نقاط مثلا قضيه الفواتح، يعني مثلا اكو فد هرم موجود عندهم داخل هذه المنطقه دكتور، على راس هذه الاحتفالات دكتور مثلا او الفواتح اللي تقام، بحيث دكتور انه يعني كل بيت مثلا يلمون فلوس وكذا ويكون عندهم فد صندوق، يعني على الرغم من الاختلاف بالعشائر دكتور، مثلا هاي المنطقه بها عشيره العيديه، عشيره اخرى عشيره يعني هاي عشائر دكتور، قريش بها دكتور، قريش هم ايضا بها دكتور، والساده دكتور هم بها ايضا دكتور، طالع عندها احد الاصدقاء دكتور ايضا دائما يعني تواصلوا، يعني هذا الهرم دكتور هو المسؤول. هم هذول المتعددين هم سموهم كلهم من معدان دكتور، من معدان دكتور، ومعزولين دكتور، شمال هون تواصل دكتور، موجودين هون البتار دكتور. قلت لك يعني تحول التسميه على اساس الاسميه اذا مو عفوا دكتور صباح الخير. والله دكتور يعني ليش تفضل ليش تأكيد دكتور احنا وصلنا يعني من خلال كلامك وخلال كلام زملائي انه الانسان لن يتغير، يعني بقى على يعني بدون يعني كما هو بيولوجيا يعني وثقافيا بيولوجيا يعني لم يتغير، لكنه دكتور جامعات عريقه في الدول المتقدمه وكل العلوم اللي هي الاحفوريات والتاريخ الاحفوري. بالنسبه للاحفوريات خليني افهمك، مو بس علم المداخله، حتى الجيولوجيا هم عندهم شغلين بالاحفوريات والجيولوجيا، قوانينهم قائمه على الفرضيه. بس دكتور لا 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 بس تسمح لي دكتور، تسمح لي دكتور، هذه القوانين لا تقوم على الفرضيه انما تقوم على علوم دقيقه جدا تحدد الزمن التاريخي بدقه متناهيه اصلا دكتور، تاريخ الجيولوجي لما يقول لك هذا الانسان عاش بهيجي فتره بهيجي سنه دقيقين جدا وابحار. بس انا اكمل موضوع الديناصورات، هل انه فعلا الديناصورات هي هاي موجوده والتطور هم نفسهم اهل الاحفوريات عندهم شك في موضوعنا، هل هنالك ديناصور بهذا الشكل اللي شكلت الطبيعه لاحقا والتغيرات الجيولوجيه والارض هذا رسمت هذا الشكل بهذا، هو الديناصور كان موجود بهذا الشكل؟ هم نفسهم ليش انا اقول لكم ما يقطعون دكتور، وانت سخبت يعني عملك اكثر من البلد دكتور، حتى هم نفسهم بالجماعه المتخصصين بهذا المجال هم يقطعوا، هم يقول لك انا هالقضايا بعض الاشكال اللي كونتها الطبيعه او كونتها اللي تحجرت لاحقا قد تكون هذا بفعل طبيعه صار هذا التكون الحجري، يعني هذا الشكل اللي صار بعدين لاحقا لقوا في جزء من الدي ان اي، لقوا من فرضا لقوا من الدي ان اي، لكن هذا لا يثبت على انه شكله هذا الشكل الاصلي كان بعد ما تعامل مع بس دكتور تطور دكتور تطور هذا الشكل وتغير، هو هناك علوم متعدده يعني مو بس علم واحد، كلها تنحو انه كل الموجودات على الكره الارضيه انها تطورت وانتقلت من مرحله الى مرحله اخرى، ودكتور حتى القران الكريم دكتور اذا تسمح لي، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد اصطفينا ادم، اصطفاء اختيار، اصطفاء يعني اختيار، والله سبحانه وتعالى لم يختار ادم من مجموعه من يعني هسه هاي الايه شنو التعارف ويا الكلام يعني مجموعه بشريه كانت مع ادم واختير ادم يعني هذا سلاله متقاربه، وحتى بالنسبه للهجره دكتور الهجره اللي نظريه الهجره المجموعه المنتخبه اللي انتقلت من افريقيا عبر مضيق باب المندب اللي هم ما يعرفون شلون انتقلت
شلون وصلت من افريقيا الى شبه الجزيره العربيه ومن ثم استوطنت. مو سالفه كلام، مو انا ايش قلت لك قدام؟ قلت لك هذه قضيه افريقيا والاساس البشري والاصل البشري من افريقيا قضيه توراتيه. قضيه الموديه مو قضيه حوريه. يعني خليك منتبه، حتى قضيه اللغات افريقيا هي اساس اللغه، افريقيا هي اساس البشر، افريقيا هي الحضاره الاولى وبالتالي انتقلت. يعني مشكله. يعني هل انه فعلا هذا الحكي كلام موجود؟ والمقابله في كلام يقول لك اسيا هي الاصل البشري. الاصل الثقافه والاصل البشري هي اسيا، يعني بين الميز بين الاثنين اكو مشكله يعني. يعني اكو فرضيتين مو نظريتين. اي النظريات انا اتبنى؟ الافريقيه ولا الاسيويه؟ مثل موضوع مدرسه الانتشار. الاهرامات هل هي الاهرامات بدات في مصر لو بدات في بالاستك والمايا منين بدات؟ نفس الاهرامات اللي هو الهرم موجود في المكسيك وفي بوليفيا نفس الهرم الموجود في مصر، ايهما اسبق؟ لذلك حتى هم بالمدرسه الانتشاريه داشين ايهما اسبق؟ وين اسبق؟ قول لي ايش اسبق لحد بناء الاهرامات؟ نفس الشكل، نفس يعني المهندس المعماري. نفس العماره. نفس العماره موجود فايزه اسمحي لي. فنفس العماره هي موجوده، ايهما اسبق؟ يلا انت قول لي بحسب الاحفوريات. دكتور انا اعتقد ان يعني رايي الشخصي انا بابا انه وحسب القراءات اللي موجوده وحسب العلوم اللي موجوده انه كل الموجودات ومن ضمنها الانسان، وانا مسلم واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، كل الموجودات تطورت، كل الانسان الموجودات نبات وحيوان وانسان تطور عبر الزمن، عبر الزمن وعبر مراحل زمنيه متلاحقه. انت شو حافظ لي بالوراثه الكروموسوم مو واحد؟ عندك شيء عن الكروموسوم بالوراثه؟ لا ما جاي، اذا انت بعدك جاهل مع احترامي في بعض الامور الكروموسوم. ليش انا قلت لك عن الكروموسوم؟ وانا ليش قصدت على الكروموسوم تجيبوا لي تقريركم؟ لانه حتى تعرف علم الوراثه شو يقول في هذا الموضوع. هل هذا قطع من الجانب العلمي؟ الجانب العلمي ماذا يقول عن الوراثه بهذه القضيه؟ فليش ربط من عندك الكروموسوم؟ هسه واحد منكم مثلا يقول شنو علاقتنا احنا بالكروموسوم؟ الدكتور احمد جاب لنا كروموسوم. وشنو علاقه الاجتماع بالكروموسوم؟ ما صار هذا التساؤل بيناتكم وداخل انفسكم صار ولا ما صار؟ هو الهدف هذا يعني الهدف انا لما جبت لك على الكروموسوم حتى تعرف لي يعني حتى تقطع الشك باليقين على انه هذه الحضاره لها اسس علميه، هذا الانسان له اسس علميه، شو يقول عن الوراثه اللاحق؟ المتقدم اليوم ماذا يقول هذا؟ عشان يسعفني بالحفوريات. احنا نسلم بالحفوريات، ما نقول احنا نلغي الحفوريات، لكن هو نفسه بالحفوري يعني يبني نظريات على اساس فرضيات تخمينات يعني، مجرد يشوف بشكل يخمن، وبالتالي يحسب حتى من قال لك انه حسابات دقيقه؟ ما في حسابات دقيقه. ابدا اتحداك احد العلماء يقول ان حسابات الجيولوجيه بعمر الارض دقيقه 100%، والدليل الاراء مختلفه في عمر الارض، واحد يقول 50 مليون سنه، ومتمام واحد يقول 100 مليون سنه، واحد يقول مليار سنه، من وين الدقه؟ طبقات الارض موجوده وعلم متطور، وين الدقه في تحديد العمر بالضبط يعني؟ كل جامعه كل مختبر او كل مركز بحث يجي منه عمر الارض طبقات الارض، هذا مو دليل. التخمين كله مجرد تخمين، هو تمام عنده الادوات العلميه انه يقيس ويحدد العمر، لكنه بالدقه ماكو بالدقه متناهيه، مستحيل بالدقه متناهيه. والدليل هم مختلفين لحد الان، هاي الارض قدامهم خلينا نشوف عمرها ايش قد. فانا قصدي ليش ما ندرس الكروموسوم حتى نشوف عمر الارض ايش يقول؟ انا فما نبني على اساس يعني الارثولوجيا مثل الافاق، خلينا نشوف العلم الوراثه شو يقول عن الوراثه؟ شو يقول عن الانسان؟ هذا هو الانسان كان عملاق ذول العماليق مثلا؟ الانسان كان بهذا الحجم طوله مثلا؟ حسب ما جمعت هذا اللي بنا نوح شو اسمه هذا ابو اللي ساهم اللي زمن نوح امان كذا وعرضه شديد هذا الانسان والسفينه كذا بهذا الشكل اوجب معنق يا عجل هذا عاوزين نقول هل فعلا هو كل شيء انسان بهذه المواصفات حسب ما تقول التوراه يعني؟ لذلك نقول احنا تمام كل انسان لازم هو طبعا احنا كلنا جهله في كل العلوم احنا متعلمين عندنا جهل في كذا قضايا معينه عندنا جهل بسيط عندنا جهل مركب لكن على اساس انه اريد اجي مقابل الجهل العلم لازم ارجع الى العلم يعني هو انا اتبنى قضيه معينه والله على اساس العلم يقول بهذا المتبني طه باقر او متبني فلان، انا عندي راس طه باقر، احنا بالعكس اذا هذا العلم علم الوراثه يؤيد ما تقول كنا نسلم ونجي قدامك ونقول نحن مع صباح في هذا الاتجاه مو صباح اتجاه صباح يعني نسلم بهذا بس الجانب العلمي ما يقول هذا الشيء يعني علم الوراثه ما يقول ذلك يا ليت يعني واحد من عندكم كان يجيب لي بهذا المستوى من الوراثه يعني انه علم الوراثه يؤكد على التفاوت العرقي مثلا بالمجتمعات الانسانيه وهل هو الانسان هذا نفس الانسان الاول نفس الخلق الاول اللي قبل ادم
نفس هيك ممكن دكتور احمد تفوتت على لا لا اكثر انا جبت شيء يتكلم عن علاقه الانسان بالكود ومن خلاله اثبت الانسان وهي الدراسه بسنه 2016 على غير دار الدكتور نظريه حديثه يقول دكتور خلي اقرا مقاطع منها اللي هو الحمض الدوري الريبوزي اللي هو رمز ال ار ان اي مو دي ان اي يعني ايش هذه هي بس يعطي ال ار ان اي ثم الامام لا ادري ايش يقول ما الذي يجعلنا او يجعلنا بشرا اربع عناصر جينيه تفرض البشر والقرده هاي الأربع عناصر دول في الأغنية اللي هي خلاصية دكتور أعقب على كلامه؟ أعقب على كلامه؟ هل يكمل؟ أيها لا هي العناصر اللي تميز الإنسان عن القرد هاي العناصر الأربع على بعدني يكمل يعني استاذ علي عندي ملاحظة على النظرية التطورية ما دارون دكتور وفرندو بس خلي كمل وفرندو من يعطي تنبيه اليوم والله خلي يقول لنا خلي من الإشارة كم سنة ما تتبعكس جوجي جددوها الآن هو المتأخرين الفيزيائيين والعلماء التطوريين اعتدوا هاي وظفوها مرة ثانية يعني أحيوها من جديد الدارونية لا في دكتور لا دكتور اذا سمعوا القران لا قران احنا خلقنا نفسنا ليش دكتور مو احنا يقول لك اذا يقول القران يقول لك انت مسلم بالقران خلينا نحكي عنه يعني القران ما يتعارض غير عليه لكن خلينا نحكي نتحاجج بمثل صباح قال بالاركيولوجيا فمن يقول القران دكتور ما راح يقول لك القران عمره 400 سنه هذا مو عندنا مئات المئات الالاف السنين الجانب العلمي يعني وراثي مهم جدا يعني مو لانه صباح مو ضد الاسلام والرجال لا ما يعرف بس هو الجانب العلمي هم هسه يتحاججون يقول لك انا يعرف القران هو هسه تجي الغربي يتحاجج يقول القران يقول لك انا اساسا ما اعترف بالقران بس دكتور مو فتحج عليه في اغلب الاكتشافات هسه واضح مع القران هو فعلا يعني هسه اغلبيتها وليك يقولون انه هو ما يقبل لا هو بين قبلهم بس بعدين يقولون انه القران احبته. مثل ما قلنا هذا موريس بوكا كتاب الله بس هو صار عنده تكيف يعني هو الانسان هو نفس الوراثه والجينات بس هو صار عنده تكيف قال في مرور الزمن. هو شو بس انا من خلال يعني القراءات هسه شوي الدراسه خلينا يدرس الجينات من الاعراق يحاول هو يعني يوصل يعني يقطع ما يقدر يقطع يقول اخر شيء يقول انه الناس والله الشغل في المقابل هو يدس في اللي دكتور هسه مثلا على الار مثلا الكرد بالشمال فازم بعض الصفات يعني تختلف مثلا بنيته الجسميه لازم تكون اقوى منحنيه نتيجه للطبيعه ولازم يتكيف معها بس هو منتج هو نفس الشخص صحيح الجمجمة تختلف الساق يختلف الهاي بس هو المشكله وين المشكله انه البيئه جعلت من هذا الشخص يتكيف بهذه الطريقه ويصير عنده مميزات تختلف عن الثاني وشو الفائده؟ العفو دكتور احمد احنا ليش ما ننتقد الجانب القراني حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الجانب القراني رفض قطع نظريه دارون التطور قال وقد خلق بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم سيدنا ادم احسن تقويم كان اسمه طويل والشيء يعني ليش احنا ناخذ نظريه دارون نقول قرد لا القرد هي شنو وقد حولنا الانسان الى اسفل السافلين يعني دارون القرد لان هذول القرود موجودين لحد الان في مكه دكتور اصحاب السبت موجودين في مكه بس السلطات خافتها موجودين في مكه اصحاب السبت القرود هم يهود فنظريه دارون كلها خاطئه دكتور نظريه دارون خاطئه تلوث عنصريه نظريه عنصريه تلوث الاصول خاصه المسلمه يعني الانسان خلقها الله باحسن تقويم اذا القرود جنس وجينات والانسان جنس وحتى المفسرين فيما سمعناهم قرده وخنازير هل فعلا المسخ بيولوجي ولا المسخ معنوي؟
يعني اغلب التفاسير عندنا انه المسخ بايولوجي تحول هذا من الطرديه من الادميه الى الطرديه والخنزيريه. بعض الظاهرات المفسرين يعتبرون المسخ معنوي اي معنوي طبيعي وليس بايولوجيكال مو مسخ يعني وهذا الامر الراي ضعيف جدا عند المفسرين. بس انا مو مسخ يقول انه مسخ بايولوجي. دكتور احمد شو يقول النظريه الارضيه هذا الكرسي بالزمن شو يقول؟ النظريه الارضيه عمليه قصديه عمليه قصديه من انجاب السياسات والايديولوجيات وليست علميه مبنيه على اساطير هي مبنيه على اساطير وتحيزات حول الاختلافات الجيولوجيه والفيزيولوجيه للاجناس. ممكن شنو عباس شنو ايش بيصير المتالين؟ دكتور صادق المتالين يقول وان سلمنا بقضيه انه قد يكون اللعن او المسخ بايولوجي الا انه ينزه امه محمد صلى الله عليه واله عن هذه القضيه لانه يقول اكرام للنبي قد يكون مسخه روحيا يعني موجود المسخ لهذا اليوم. اي هو الرجل كان ما يقدر يحكي وانا كنا صدره فحكاها بهذا الاسلوب حتى يخلص نفسه ولا شان كفروا زندقوا شلون تخالفوا كفروا هو هم كفروا نظريه الدكتور مروان الدكتور هي الكروموسومات اللي تنتج الموضوع الاساسي هي اللي تعرفنا عناصر السيطره ان كل خليه في جسم الانسان تحمل الكروموسوم انها طبعا الدي ان اي وين موجود صباح؟ بالكروموسوم بالكروموسوم يعني الدي ان اي موجود بالكروموسوم الكروموسوم كلش دقيق يعني نعم في كل خليه جسم الانسان تحمل كروموسوم هذه الكروموسوم من عناصر السيطره هي الناقله او ما تسمي هنا بالاستنساخ انه انها ينتقل من بشر لبشر بطريقه لذلك كان موضوع الاستنساخ والاستنساخ البشري نعم يعني حتى اطفال الانابيب بالبدايه صارت يعني نعم طفل الانابيب وين مسموح ما مسموح شلون يعني اخذ البيضه الجماعه الحيمن وعملوا في انبوب معين وصارت مشكله عليه هي انه في علماء انه هل تجوزوا ما تجوزوا وبعدين لاحقا حتى قضيه الاستنساخ البشري حرام لو مو حرام موضوع الاستنساخ البشري وصارت قضيه الناجه دلي ما ناجه دلي ان شاء الله علميه بالبدايه في الطرف الديني اي هو يمكن اول ما طرح موضوع الانابيب في زمن السيد خميني في فرنسا وطرح عليه هذا الموضوع قال جائز على شرط ان يكون من ماء الزوجه وماء الزوج يعني حتى يكون الولد هو ابن يكون الابن من غير شرع يعني اذا كان من ماء غير ماء الرجل يعني. بالنسبه للاستنساخ ايضا طلعت يمكن جابه محمد حسين فضله قال يجوز بالنسبه للاستنساخ بهذا المعنى. هم بداوا يخوفون حتى عالميا انه هذا الاستنساخ ولذلك حتى يشوف صباح هم لحد الان يؤكدون انه الجانب البيولوجي انه هذا الانسان من استنسخ مثل هتلر خايفين خاف يجي واحد مثل هتلر. تركوا الجانب التنشئ هم اساسا يقرون بالجانب الحسي والتجريبي دائما هم مدرستهم حسيه وتجريبيه ويركزون على التنشئه الاجتماعيه مو هم في علم الاجتماع يركزون على التنشئه هي اساسا زين انت ليش خايف انه هذا الخليه اذا كررت هتلر ليش خايف هتلر؟ ربي انت نشئه تنشئه اجتماعيه مثل ما تريد ويطلع هتلر ذاك اليهود ليش انت خايف من الوراثه؟ سبب خوفه من الوراثه شنو؟ ركز على الجانب الوراثي لا يجي يهمل يهمل هم عندهم هاي نظريه التوائم المتماثله انا كاتبها يعني هم في علم الاجتماع في نظريه اسمها نظريه التوائم المتماثله من يعرفها؟ ساروا بها ولا لا؟ نظريه التوائم هي رايه يتخاطبون يتخاطبون هم نفسهم التوائم يجيبوهم واحد كل واحد يشوف بيئه معينه للعيش والتنشئه تختلف عن بيئه الاخر وذلك يكون طبعا مختلفين مع العلم هم من بطن ورحم واحد هاي نظريتهم في علم الاجتماع وبالتالي هو يرفض هاي الفرضيه على انه شلون هذا بيولوجيا يعني ما دام هو بيولوجيا ما يرفض الاستنساخ مثل هتلر او موسوليني او كذا نعم يقول لك انا خايف يطلع لي مثله خايف هو نفسه هو كله علم وكله على ارقى مراحل التقنيه هو عنده ليش يخاف؟ زين وين تنشي حتى تحدد شخصيه هذا الشخص هذا الرجل مهم العوامل البيئيه دليل على ذلك حتى خلوا الكنيسه تتدخل بعد هم ما يعني الكنيسه عازليها خلوا الكنيسه توجه المجتمع الاوروبي والمجتمع الغربي على ان القضيه حرام افكار لاهوتيه نعم يصير اذا كتبوها حرام هو غربي بينما احنا الاسلاميين اعتبرناها هلا العفو يعني اعتبرناها هذه النظريه الارضيه فانتازيه القوى الاستعماريه فانتازيه القوى الاستعماريه وخاصه اليهود هاي بالنسبه زين الكروموسومات تنقلها لام من جيل الى جيل بس الجين ينقل الاب لا هو جينات يعني لا الكروموسوم ينقل الاب الكروموسوم ما يختلف عن الكروموسوم يختلف عن الجينوم وليس الجين دكتور هو جينوم وليس الجين جينوم هو الخاطر جينوم على مكتوب زي حامل مين العفو دكتور ايه
دكتور، هي مثل ما تقرر شوي ان الكروموسوم هي كلمه يونانيه تعني ملون، وهي نواه خليه تكون بروتين حامض نووي منقوص من الاكسجين وتحمل صفات وراثيه من الاباء الى الابناء، ويطلق عليها ما بين الدي ان اي، وهي اللبنات الاساسيه للحياه التي من خلالها بدات الانتقال عن طريق عمليه الاستنساخ. دكتور، هنا سؤال، هل ان الكروموسوم الناقل هي فقط قضايا جينيه ام قضايا اسلوب حياه، اسلوب تفكير؟ حتى لو مفصل، حتى الذكاء، اسلوب تفكير، الذكاء، حتى الوراثي، العوامل هي دور استعداد وراثي، موجود استعداد وراثي، لكن ليس هو ينقل بالوراثه اساليب الحياه واساليب، هذه بالتنشئه ممكن تكون، ممكن بالبيئه المحيطه سواء بيولوجيه او بيئه اجتماعيه. خلوا الذكاء من جزء المورثات اللي كنا نقول والله صحيح. اكو استعداد وراثي دكتور، اكو استعداد وراثي. والله ولد ابا طالب الناس جميعا لان الطبيب والطبيبه قد ما يكون طبيب. ليش؟ وابن الخباز يكون طبيب. العفو دكتور، لمبروزا يعني وصف او جعل من الرجل المجرم اللي شرح 3000 يعني شرح الانتومي شرح 3000 مجرم. اخذنا كثير مساحه من هذا الرجل. اليوم لما امير المؤمنين اختار فاطمه ترجعوا الى كتاب هو هذا محمد تقي فلسفي، الطفل بين الوراثه والتربيه، يعطيك الاتجاهين، وايضا بالانترنت يعني تشتري، يعني شوفوا انه الاتجاه الوراثي والاتجاه التنشئه الاجتماعيه يناقشوا على شكل محاضرات الرجل كتاب جزئين، يعني ياخذ حتى الاراء الغربيه يعطيها ايضا. اذا كان عنده استعداد وراثي ما كانت التنشئه تمشي باتجاه انه افتح اذن الطفل ممكن ان تتعارض. والاتجاه العقل بس حتى نرجع للكروموسوم مره ثانيه، يعني عروضهم بمحطه الرجوع للعلم الوراثه، يعني تفيد القضيه بعلم الوراثه حتى واحد يوقف على اساس شوف انت اراء متعدده، بس انت شوف اللي هو اللي فيصل يعني في هذا الموضوع في علم الوراثه حتى واحد يخرج من دوامه الشبهات والشك في موضوع انه الانسان الاول اصل الانسان الاول، وهي نظرية داروين هي قائمة اليوم مناهضة مثلا من ناحية التطورية الإنسانية، وهل موجود العماليق اللي موجودين هم هذول العماليق؟ مو حتى لم يشير القرآن يشير لهذا العماليق. دكتور، اكو مجموعة قضايا هي من ضمن الموضوع، القضية الأولى قضية العمالقين. دكتور، هذا الكاتب الروسي حسب دراسة يقول ولطيهم عنوان الذاكرة من الزمن، ذاكرة من الزمن البرنامج، ولطيهم العنوان نفسه وخلي يشوفوه. لكن من الزمن علم الجينولوجيا الاعراق البشريه دكتور، هي سلسله محاضرات من ضمنها تناول هذه القضايا كلها. انت مسجلها في الكورس؟ لا دكتور، ها بس متابع جينولوجيا الاعراق البشريه. خالد دكتور يطرح موضوع العمالقه، قضيه مصر يقول هم اللي بنوهم بنوا الاهرامات هم ليسوا بعمالقه، يقول لكن مصر تلك الفتره يعني كانوا يمتازون بطول ليس بالطول الحالي يعني اطول. اطول إيه؟ يعني فيقول لكن موجوده مترتين فيقول لكن اكو ظروف طارئه يعني خلت الجينات مالتهم نتيجه ربطه بالنهر نهر النيل وربطه يعني بجانب بيئي يعني تعرضوا الى سنة بفريق يرمون بلا بلا وزامن الأفارقة للمقابل مع مالك أصل الأفارقة لدي الحاج بل بفريق نزلوا بريتشتر دور العفو. إذا سلمنا أنه أصل الحضارات بأفريقيا، إذا سلمنا فهم أصل السكان الأفريقي نحن كانوا أحزام نحن ما نحن 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 دكتور، مرة يعني التعدد الحضاري دكتور، حضارات متعددة وبالتالي صار المزيج الحضاري. دكتور، أصلا الأعراق يعني يخليني أقول الأعراق أصلها ليس في أفريقيا. دكتور، الشيء الغريب هو أعطاه تابع البرنامج يقول في جنوب العراق. هذا خوش حاجة، هذا أي جنوب العراق. والنقطة الثالثة دكتور، والله في رجوع على السؤال، عفوا حتى هو على شنو يعتمد؟
لا 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 اكيد انا علم الجينولوجي يعني الدكتور هو نظريته الثالثه يقول داروين بريء من نظريه اصل الانسان هذه الفكره اللي تبناها هو فريدريك انجلوس صحيح انجلوس ايوه وقال بجانب اللي قال التطور هو مو قصد بجانب خطي يقول وانما قصد بان البشريه او بصوره عامه قال الحيوانات على مر العصور يقول نتيجة الحاجة ونتيجة الندرة قامت تتطور أساليب يقول لكن هذا مو قبل النظر يتفق بالأسلوب مو بال يعني هو يا دكتور أسلوب بس يقول ما يتفق ويا التطور خط جيد ودكتور وعنده فقرة مهمة يقول النسب يحدد عن طريق الأب وليس الأم يقول هسه احنا يقول نعرف أصل البشرية عن طريق الأب يقول يعني الأم ما راح تأتينا الصفات الأفضل هو عامل الصفات هو أعضاء سبعة تقريبا طبعا ولا بيحدد الذكر أو الأنثى صحيح لا في دكتور أحمد بالنسبة أنا قلت لي تقرع الجينات السبعة أسعوا في الجينات هذا الزمان حتى نشوف العراق بعد يقول أصل العراقيين من أفريقيا على العرب يعني طبعا العرب العراق باعتبار يدعي أنه العروبة والعروبة هنا من هذول اللي كتب على الجواز دكتور على الجواز فصل وفصل التاريخ يمكن يعني كده من الهجرات والأصل العرب وهذه الأقوام يعني أسف رأيي رأيي يقول إنه الأصل هذا الأصل البشرية الأصل الانتقال في هذه المنطقة من البشرية من الجزيرة العربية وصار هذا الانتقال لاحقا صارت هذه الأقوام الآريين السومريين ومن الأصول الأولى المركز الأول من الجزيرة العربية ولو صدام أتمنى موضوع أصل الأنبياء العراق كان حسان الحسن في كتاب أصل الأنبياء العراق في الكتاب صارت في وقتها صدام أتمنى هذا الموضوع راد يركزون على العراقية هاي الهوية العراقية بتشريعهم صدام رجال تبناها عن القضية قال أصل العراق هم الأنبياء من العراق شاطر ووظف مجموعة من مراكز بحثية من ضمن مجال إنسان الحسن وكتب عنده كتاب الأنبياء أصلهم من العراق فكل تجاه يقول لا أنا أصل من يعني من الجزيرة من أصول يعني متعددة هاي الأخوان في كل مكان في العالم وبالتالي بس هم شو يقولون هذا أصحابي من اتجاه أنه الجزيرة هي مصدر الإمداد البشري للبقعة الجغرافية المتناسق له بعد وصارت هذول الجرمان والجرمان بس يمشي يقولون افريقيا بس يقولون اسيا بس يقولون الجزيره العربيه بس دول من اجوا قالوا الجزيره العربيه ولذلك هذول كل الاقوام هذول السلاح حتى وصارت هاي اللغات ويركزون عليها انه هاي قضيه الساميه وما سمي على انه لغه ساميه الواقع هذا ما له لانه عرب اصلا هي كلمه عرب بس هم يفسروها تفسيرات أخرى بس كلمة عربوها ما حد اسمه عرب أو يعرب يعرب فرضية حتى يعرب فرضية يعرب هم ما يعني بيعجوها يقول لك ما لها صحة هم أهل اليمن عادة يقولون الكلمات يا مثلا عرب يعرب أحمد يحمد صباح يصبح مانياس مانياس سيدنا إبراهيم وإسماعيل يعني هذول كلمة يا اليمنيين عادة ولذلك عرب هي عرب أهل الحجاز يلقوها عرب أهل يعني الحجاز أهل اليمن هو يعرب وصارت من ذلك هذول أيضا نرجع إلى الأنساب موجود شخص اسمه عرب وجدت إثبات كلمة عرب إلى هذه النسبة واللي هو يعرب هسا هذا يعرب شو وقت قبل إسماعيل بعد إسماعيل قسم يقولون هم العرب أصولهم مع إسماعيل قسموا العرب إلى أقسام العرب العاربة والمستعربة والبايدة والبايدة اللي هم قوم ثمود وصالح في ذلك لو كنت هذول باعتبار عرب قرضة هاي العرب الواقع ما كنت قرار والعاربة هم سلم العاربة هم أصول العرب والمستعربة هم اللي جوا دخلوا على العرب سميه لفو الجماعة سموا لفو يعني إسماعيل عليه السلام إجا يعني صاروا دول جماعة إسماعيل إذا صارت العرب الواقع هو إسماعيل من الجزيرة العرب يعني إبراهيم من جهة الجزيرة إلى مكة تحديدا تمام هي بوادي الغريب الزرع لكن لقى مجتمع موجود في مكة يعني مدير شؤون مكة اللي هم قبائل جرهم قبائل جرهم عرب ولذلك بعد إسماعيل تزوج منهم هل فعلا أنه العرب وإسماعيل هم أساس هذه المستعربة الواقع هو دخل صار عربي إذا كان إبراهيم يتكلم الآرية أو السريانية صار عربي اللي لقى العرب صار هو المستعرب باعتبار ذولية اسماعيل هسه التقسيمات ايضا هي تقسيمات يعني من مخيلة الباحث هذا العرب الاول ارادوا يطول فجدوا على ان هنالك نقاوع على ان هذول هم اصول هم العرب الاوائل ما قبل العرب منو كان يعني قبل العرب هذا نفس اللي صارت العشيره اللي وراها للمجتمعات شنو كانوا؟ شو عندنا هسه مثلا من العشيره لشخص معين ترجع حتى موضوع انه يتهمون العرب بالطوطميه نسبه الى بعض الاسماء الحيوانات اللي كانت مثلا عشان المؤسسه والفهد وبالتالي حتى
هم ذول عشائر، هل انه واحد اللي يسمي باسم حيوان بمعنى كان المجتمع الطوطمي او الواحد كان يكون عرفهم اكو فدرائي وضمنهم في راس السواحل يتهم انه ذول كانوا طوطميه والدليل هاي الاسماء اسماء الحيوانات اللي تنتسب الى العشائر يسمون اسمائهم باسماء زي ما سمى قمر او شمس لا هم دكتور عفوا دكتور عفوا دكتور انا شمس عظامي كلمه للشيخ الواعي الله يرحمه يقول أبناؤنا لأعدائنا وبناتنا لنا لأن دائما يسمون البنية وعبيدنا وعبيدنا أبناؤنا لأعدائنا وعبيدنا لنا يعني يسمي العبد ماله صباح يسمي مثلا يسمي صباح والبنات يسميهن تسميات لطيفة بينما الأبناء لأنه يقابلون الأعداء يسمي أسد يسمي ضرغان حتى يخاف حتى ممكن فيها مواجهة وهذا لذلك هذول يسمون ادريس كان غير المدينه المنوره وجا يغزو قتاده من ادريس جا يغزو الكوفه بس سوى له غير الكوفه عشان هو قوي يعني هي مدينه بلد يدفع عليها يغزو هاي من القرن الخامس الهجري فوصل الى الكوفه سوى له الكوفه جابوا له اسود وزنجليها بسلاسل وخلوها امامه فهذا ما بعرف شنو قالوا له هاي الاسود فقال هذول الجماعه او المجتمع اللي يربط الاسد ما قاتل ورجع فقضية الحيوانات أخذ انطباع أن هذا مجتمع مربوط الأسد فأخذ المعركة أقصر رجع يعني فهذا لا يعني أنه هذا بمعنى أنه الأسد جابه هو يعبد الأسد أو لو سمى اسمه باسم الأسد يعني أنه العشيرة كان يعبد هي ذولا أكو بعض القبور هم يسموها أنه ذولا الشخصيات العربية سووا لها قبور مثل الآلات ومالات وهذه القبور بعدين تحولت إلى هذا صار شريك وأيضا هي فرضية أنه سووا له قبر ومزار هذا اللات أو غير اللات يعني أحمد جورجي زيدان دكتور يذهب الكاتب جورجي زيدان يتمدد في التمدن العربي يريد والذي كان طبعا ما فيش كتابي ما جورجي والذي دائما ما يشير المصادر السريانية هو كان مجلد ما المصادر السريانية والعبرية باعتبار العرب يمثلون البادية دكتور ومن المعروف ان حاضرة العرب هي مكة واليمن واليوم عندنا جورجي زيدان شو يقول يقول العرب مو بدو نعم دكتور يعتبرهم حاضر فعلا وهذا من التبني ان راي العرب بدو وعربايا يعني بدو انتشل ولا دكتور انا اصلا نعم دكتور بالتوراه انه العرب بدو هذول ينتقصون من العرب المسلمين هم الهدف منهم هذه جد الهجره ولا فعلا هي مكتوبه التوراه قبل 2500 سنه بعد يعني سبيل مو بالعربيه كتبت هي على قول كتبت هي مو بالعبريه اصلا حتى كان من هاي مقسم المجتمعات الى حضاره وبربريه انه وصف المجتمعات المتحضره بالدول الاوروبيه البربريه اللي هم العرب لا مو خذنا بالمحاضره الاولى دكتور عندما واليوم عندما يوصف الاسلام والمسلمين فان الوصف هو البدو او الرعاة وهذا ما يقسم المجتمعين هل المجتمع هو ترى المجتمع الاول هو مدني بالطبع هو الانسان ينس باخي الانسان أبداً هذا تلازم الإنسان موجود من ذو الخلق الأول مدني آدم وحواء مقاربة حقيقة من جهة الهمجية والوحشية إلا الإنسان وليش ولذلك حتى إحنا في الموروث الأدبي الإسلامي والموروث الديني دائماً إنه يحفظ الشريعة تحفظ على أنه لا تنام أحد يكفي تقرر إيه لا تنعزل واحدة باقي الزادي واحدة دكتور لو كان جورجي يقول العرب بدو دكتور احمد شلون العرب بدو من كان يناديهم بالقران يا اولي الالباب يعني ينادي حتى اذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا اولي الالباب يعني العقول يعني فهموا القران بلغه الشعر اللي هم اللغه اللي كانوا يداولوها متحضرين جدا دكتور يعني اول سؤال القران شو بقول الاراء المختلفه دكتور جملة جنابك أشرت إلى أن الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية منها أصل الحضارة أكو رأي يقول أنه شبه الجزيرة ما كانت صحراء ولا كانت واد غير ذي زرع واد غير ذي زرع قد تكون مرحلة من مراحل التاريخ لكن يقول هذا الوادي أو هي هاي شبه الجزيرة العربية كانت أرض خضراء ومعمورة ولذلك سليم مطر كتابة موسوعة اللغات يعني يكون قريب من موضوع أن العرب سموا عربا لأنه فكرة العرب لأنه لغتهم كانت دقيقة وسليمة 100% سموا عرب نسبة للعرب حتى موضوع التطور اللغوي واللغات يعني تمام طب العرب تطور لكن العربية متطورة لنفهم يعني اللغة العربية هل تطورت؟ لا بالعكس نحن شو دكتور في بعض المفردات انفرضت
وكثير من المفردات انضافت للغة العربية أيضا من اللغات الأخرى. مثال مثال يعني 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 هسه كثير من 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 الكلمات مثلا بالقرآن هسه ما موجودة يعني يعني هسه القرآن هي لغة القرآن هي لغة العرب دخلت الاستعمال الفارسي والتركي اللغة والعربية الكلمات جدنا نتيجة الممارسة نتيجة التكنولوجيا الاستعمار الاحتكاك الاحتكاك بالآخرين ما جت على اللغة جت على اللغة. أنا قصدك أنت بعض القضايا اللي راحت يعني اختفت من اللغة الفصيحة من من لساننا مو لغة من لساننا الفرس والعثمانيين ولا جد دخلت عليها الإنجليزية والتركية لا والفرس والعثمانيين لغة أيضا سمعنا لها علاقة بالبيئة الاجتماعية بس كم علاقة كم لهجة موجودة كم لغة يعني بس هو لغة كتابة اللي مكتوبة شو مو اللغة الدارجة ولا اللغة الموصلية لهجة الموصلية ولا اللهجة العمارية والناصرية لغة فصيحة ولا لهجة التكريتية وإنما هي اللهجة العربية تكتب بها الكتاب فيفهمها والموصل يفهمها وتكريت يفهمها والناصرية والمنتفج يعني عشان هو العمارة هذا يفهمها ما إنه اللغة الدارجة طبعا الدارجة حتى أبو تكريت جزء نحكي منها الباجي ما أفتهم إذا عشق القيف قاقة مالت ماي أو الموصل أو بالجنوب ما أفتهم مثلا على سبيل المثال اللي هو نفسه بالعمارة الجزء بالمركز أو المدينة ما يفهمك بالأخبار نتكلم في بعض المفردات يعني ما يفهمك بالهذا سؤال هذا يعني إنه اللهجة يعني اللسان مو بمعنى اللغة تغيرت وأنا قصدي التطور نحو الأحسن يعني اللغات تطورت يعني هسه يوميا المفردات باللغة الإنجليزية يدخل القاموس الإنجليزي عدة مفردات يعني نعم القاموس الفرنسي عدة مفردات لكن المعاجم العربية ما دخلت إلا مفردات من المفردات اللي دخلت إلى المعاجم العربية حتى نشير على أنه هو تطور هاي هم سر من أسرار اللغة العربية يعني قد يعني تنحسب لها يعني ليش ما تطورت اللغة ليش مكثرة يعني هي متجددة والدليل إحنا نرجع إلى شعراء المعلقات نعتبره مبلغ ما قاله بالعربي والمعلقات مقرنة بالتاريخ بدأت بالعفو دكتور هل نار أفصح ما كتب والدليل مكافية بما انتهى معلقات السبعة ليش كانت فيها معلقات نزلت ويا القرآن نزلت مع القرآن.